السلام عليكم. في هذا الفيديو أقدم لكم سعر ومواصفات هاتف ميكس فولد 2 القابل للطي. الهاتف به شاشة 8.2 إنش أمولد 120 هرتز، شاشة خارجية أمولد 6.56 بوصة أمولد فول اتش دي بلس 120 هرتز، معالج سناب دراجون الجيل الثامن بلس جينيراسيون 1، الرام 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 256 512 1 تيرا بايت، كاميرا خلفية ثلاثية 50 ميجا بكسل و13 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل، كاميرا أمامية سيلفي 20 ميجا بكسل، بطارية 4500 ملي أمبير، شحن 67 واط، بصمة جانبية، ويدعم الجيل الخامس بسعر 1336 دولار، بالعملة الجزائرية حوالي 28 مليون سنتيم.